السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر بها مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة. عندكم رقمين بالأعلى للمشاركة من داخل العراق، من زاخو حتى الفاو، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج. الرقمين الموجودين بالأسفل الجوة تقدرون تتصلون بنا، الأخوة العراقيين اللي ساكنين دول المجر، الأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط وباقي دول العالم اللي يشوفونا هسه يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الأربعة. والرقمين الجوة تشوفون بصفحة إشارة واتساب تقدرون تدزولنا عليها رسالة إن ما حصلتونا على الأرقام وسمعنا صوتكم مع شديد أسف. أتمنى تدزول رسالة مطبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم بقضية نفوذ الميليشيات بالعراق وتجاوزات زعمائها وعوائلهم من دون أي محاسبة قانونية. عندنا فيديو يطلع به يحيى الفياض، يحيى الفياض اللي هو حفيد رئيس ميليشيا أو هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض. يحيى الفياض أو عفوا اللي على أساس هاي الميليشيا هي إن وجدت لحفظ الأمن وعدم ترويع الناس وشغلهم الشاغل هو أمن البلد، يطلع لنا اليوم يحيى الفياض وهو يطلق الرصاص الحي من دون أي محاسبة. خلونا نشوف. الفيديو بعده يحكي وانتم شفتوا كميه الرصاص اللي قاعد يطلقها يحيى الفياض، اللي من المفترض انه جده فالح الفياض هو رئيس هيئه شغلها الشاغل هو امن البلد والحفاظ على امن البلد. المهم نعبر من يحيى نروح الى غير مكان. هذا الفيديو اللي راح يطلع هسه بجريمه محمد حامد. محمد حامد منو؟ ابن اخت ابو زينب اللامي. منو أبو زينب اللامي؟ هو مسؤول تنظيم أمن ميليشيا الحشد. محمد حامد ارتكب جريمة قبل 3 أيام بمنطقة الشعب بحي البساتين. اللي صار أنه محمد حامد راح البيت واحد من سكان منطقة الشعب بهذا الحي، بسبب أنه المدعو كان شايل سلاحه، واحد من أهالي المنطقة اللي هو سيد يوسف البطاط، حاول منع المجرم من قتل بنية وعائلتها، فأطلق محمد حامد من بندقيته عدة رصاصات ومزق أحشاءه ونقل على إثرها إلى العناية المركزة ليتوفى في المستشفى نتيجة إصابته. بعد قتله للسيد يوسف البطاط ومحاولته الهروب، تعرضت دورية من الجيش العراقي لمحمد حامد، هرعت إلى مكان إطلاق النار فاشتبك وياهم، ابن أخت أبو زينب اللامي ويا الدورية، وأصاب ضابط برتبة رائد برصاصة بظهره. هذا الفيديو اللي راح اطلع يعني انبث لكم اياه يوثق لكم ما قام به ابن اخت ابو زينب اللامي القيادي في ميليشيا الحشد. مثل ما تشوفون طلع اطلق كم رصاصه من رشاشته، ده يرجع الى الوراء هسه حاليا. اللي بدنا نحكي عليه هو هذا الشاب اللي موجود بنص الشارع حاليا، هو ابن اخت ابو زينب اللامي. اطلق كم رصاصه ثانيه انهزم، رجع رمى كم رصاصه لخ، تعرفون البلد الهم، ضرب مولده ما ادري قلوب كهرباء. ركب سيارته، شغل السيارة، راح. ورا ما راح هذا الولد محمد حامد اشتبك ويا دورية، أصاب ضابط. السؤال اللي ينطرح هنا، هذني
شو تفسروها بيا صفحة من القانون؟ واحد يدعي أنه هو مسؤول أمن ميليشيا الحشد، والثاني يدعي رئيس هيئة الحشد، اللي هم الاثنين المفروض يشتغلون بنفس المؤسسة، اللي يقولون احنا مؤسسة عسكرية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، واحنا شغلنا الشاغل هو حفظ امن البلد، واحنا نوجدنا حتى نمنع اي شيء يأثر على حياة الناس. اللي صار هنا من ابن اخت ابو زينب اللامي، شو تفسروها؟ الناس علقت ورا ما شافت هاي الفيديوهات، وكان اول تعليق موجود على منصة فيسبوك من مصطفى العقيلي، يقول والله لو واحد فقير ويرمي ما تبقى دورية ما تجي عليه، بس هذا مسنود. أما موسى رحيم يقول يتباهون بالسلاح وليس ببناء هذا الوطن من كهرباء وطرق ومستشفيات ورفاهية شعبهم. أما حسين العامر يقول استهتار وعدم الاهتمام من قبل الأهل وعدم الردع من القوات الأمنية في مثل هكذا أفعال. وآخر تعليق اختارنا لكم من أسيل النجار تقول وين القضاء الفاسد؟ وينهم؟ لو هذا من ربعهم حل الحشد مطلبنا. إذا مشاهدينا الكرام، كان أول فيديو موجود ويانا أو أول ملف تكلمنا به اللي هو نفوذ الميليشيات بالعراق، الفيديو الأول اللي اختاريناه لكم اللي هو حفيد فالح الفياض اللي طلع وهو بأكثر من مكان، بأكثر من يعني بغير أزمة مختلفة، وهو يرمي من رشاشة الكلاشنكوف، وطلعوا لكم واحدة من الصور وبسيارته دايمشي الكلاشنكوف موجود بالكرسي اللي بصفة. الشغلة الثانية أو الفيديو الثاني اللي هو جريمة محمد حامد لقتل مواطن اللي هو يوسف البطاط وإصابته ضابط برتبة رائد وانهزم. ذولا ما حد يحكي وياهم، بس يطلع مواطن يقول شيلوا التجاوزات، هذا لا، هذا ما يصير هذا الكلام بالعراق، هذا يؤدي إلى إخلال بالأمن القومي. يطلع مواطن ويقول نريد وطن، هذا يتجاوز على السيادة الوطنية. ملفنا الثاني اللي هسه راح أطلع لكم إياه نحكي بيه عن تكميم الأفواه. الأول ما حد يحكي وياه، يقتل مواطن يصيب ضابط عادي، بس مواطن يطلع يحكي اليوم تم اعتقال المتظاهر هشام السومري، واللي قال يتم احتجازي، هو قال يتم احتجازي بشكل تعسفي بسبب مطالبتي بإزالة التجاوزات على ضفاف نهر الفرات بمحافظة ديقار من لجنة رفع التجاوزات بالمحافظة، لأنه كشف عن التجاوزات على حملة إزالة أكشاك الناس الفقراء على السريع. إذا تذكرون الفيديو اللي صار بي أنه طلع صور أنه أكو شفلات وأكو ناس تشتغل تشيل التجاوزات اللي هي أكشاك، بعض أكشاك الموجودة على ضفاف نهر الفرات بالمحافظة. ليش؟ حتى مدير الاستثمار الجديد بالمحافظة يفتح مول خاص بي بسبب تصوير هاي التجاوزات تم اعتقاله. خلونا نشوف شنو اللي صار ويا الناشط هشام السومري. أنا قبل 4 أشهر قائم دعوة على إزالة التجاوزات على ضفاف النهر، وكان مقطع فيديو نزلنا مقطع فيديو أنا وحسن والإخوان موجودين بيه، وطالبنا بإزالة التجاوزات كونيش تكلفته 54 مليار، هذا ما راح تستفاد عند الناصرية، راح يصير بخت المحلات والمقاهي على ضفاف النهر، وأنا قائم دعوة بالنزاهة والدعوة موجودة ودافع فلوس الدعوة رسوم من جيبي خاص وطالب بإزالة. اليوم لقيت جماعة إزالة التجاوزات من مركز مدينة الناصرية، قلت لهم أنتم ليش ما تطبقون القانون بحذافيرة؟ وليش القانون طبق بالزواجية بمركز مدينة الناصرية؟ أبو الكشك الظاهر ضعيف تروحون تزيلونه، والمقر مال الأحزاب مال بدر موجود على ضفاف النهار ما تزيلونه، السائر مقر شغلات غير أخلاقية بالناصرية، وخابرت على سعد حربية سابقا، وخابرت على المحافظ سابقا، قائم مقام، قلت لهم زيلوا هاي كتب الإزالة بها، وصارت 23 كتاب إزالة بنايات على ضفاف النهر الفرات، ماكو، آخر شيء قيمة الدعوة، والخميس أكيد وراح أقيم دعوة مرة ثانية، الحد ما يتم إزالة التجاوزات على ضفاف النهر، لأن إحنا قضية يتم احتقالي، قضية تعسف بدون أمر خلق من دورية التجاوزات، وأنا صعدت إياهم مو يعني قضية أخلاقية، واحترمت كل القانون، رغم ماكو أمر قبض علي من قبل دورية المفرزة، قلت لهم عادي تروحون وياي، أنا قائم دعوة مقدما، قائم على قائم مقام الناصرية بحيث يزيل التجاوزات،
قضيتنا قضية عامة، الحمد لله والشكر. اعتقلونا على قضية عامة، قضية وطنية تخص ابناء محافظة ذي قار، ما اعتقلونا على قضية شغلة شخصية، على قضية الحمد لله والشكر قضية عامة، وهاي كتب بيدي واعتقلونا، والكتب بيدي، اعتقلونا الكتب بيدي. حكاكم هشام السومري، القضية اللي صارت وياه بالكامل، يقول أنا عندي قضية ورافع القضية بأكثر من مكان ودافع نفقة القضية على حساب الخاص حتى يشيلون التجاوزات لأنه يريد يفيد المدينة مثل ما يقولون، لكن اللي صار وياه أنه اعتقلوا والكتب موجودة بإيده مثل ما قال. أبو علي من واسط، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم، سلام، مساء الخير لحضرتك، مساء الخير لجمهور الرافدين. بصراحة نتمنى من كل عراقي أن يصير مثل السومري، نتمنى أن أي واحد يشوف تجاوزات موجودة لأي كان يروح للمحكمة يرفع دعوة قضائية، الكتاب اللي عنده يصير الدعوة يأخذه وينشره على الفيسبوك على تويتر على أي مكان ينشره حتى ينصرحون، لأن هم آخرهم فوق القانون، هم ما يعرفون أكو شيء اسمه قانون. نعم. هم عندهم أسلحة، هم يردون بس يستولون على هذا البلد، هم يردون يدمرون هذا البلد. يعني أكو أبو علي بس حتى نوصل. نعم. الرسالة واضحة، أنت تقول أي شخص يشوف تجاوز بالعراق أو عنده كتاب يوثق به تجاوز أو رافع قضية على جهة معينة بها تجاوز ينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى الناس تعرف اللي دا يصير، حتى يشجعون. نعم. أي نعم. أكو تجاوز روح. إحنا صحيح القضاء بعض الأحيان عادل، القوات الأمنية عادة، لكن نقول إحنا نسوي اللي نقدر عليه. نعم. أنت ارفع دعوة قضائية ونشرها بوسائل التواصل. الحمد لله اليوم الشعب العراقي مو يعني دائما نقولها استاذ اسد، نقول ان اليوم الشعب العراقي قبل 2019 مو الشعب العراقي بعد 2019، اليوم الشعب العراقي صار عنده كلمه، اليوم الشباب واعي، وسائل التواصل هي السلاح الوحيد اللي توصل كلمه كل بيت عراقي. نعم. الشخص توصله. فاني يعني اشد على كل ايد واحد موجود بالعراق يقول انا عندي مشكله مع الدوله، اروح ارفع دعوه قضائيه وانشر دعوتك بوسائل التواصل حتى الثاني يشوفه ينشر الثالث شو، لان احنا ما ندور يعني انت مو صاحب باطل حشاكم الباطل، انت لا. صاحب حق، هذول هم صاحبين الباطل، قوانين ما ينفذونها لان ما تخدمهم، لان اليوم سالتل احنا ما نقدر عليهم، الشعب ما يقدر على هذا الموجودين بالسلطه اليوم، عندهم لا. اسلحه، عندهم قوه امنيه، مثل ما تشوف مات الاعتقالات اللي صارت، والله شنو حزب البعث؟ بس صاحب البعث 19 سنه لحد الان خايفين من حزب البعث، بس هم باسم حزب البعث يردون يعني ينهون اي شخص يقولهم لا، لكن احنا يعني 40 مليون خلي يسوي وياهم 2 مليون 38 مليون راح يوقف قدامهم وينشر فضائحهم مثل ما عمل الاخ فاضل او غير اخ فاضل. نعم. علي فاضل، لكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه الله ينصر الشعب على هذا الموجود، وان شاء الله ان شاء الله تشرين قريبه باذن الله تعالى، وهي ثوره الاحرار باذن الله تعالى. نعم. يعني اشكرك. نعم. شكرا 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 لك ابو علي. مشاهدينا الكرام، اللي قال أبو علي أنه نستغل الشبكة العنكبوتية اللي هي الانترنت ونستغل مواقع التواصل الاجتماعي، القصد من عنده أن العراق ما عايش بزمن ما قبل الانترنت، بحيث المواطن ينتظر الجريدة الصبح تنشر حتى يروح يشتري الجريدة دا يقرأ الأخبار شكو بيه، ولا ينتظر التلفزيون يطلع حتى يشوف المذيع يقرأ للأخبار حتى يعرف ايش صاير بالدنيا. يقول احنا عايشين ببلد أدنى إمكانيات، كل واحد عنده تليفونه وعنده انترنت، بالتأكيد أي شيء توثقه نشره حتى الناس تعرف بأكثر وأكثر وأكثر، لأن فعليا الانترنت حول العالم إلى قرية صغيرة. أبو عراق من الفلوجة، حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي الشعب العراقي. يا أستاذ أفل أخوي العزيز، أحنا اللي خلانا نلجأ إلى الإنترنت هو ضعف القوة الأمنية. نعم. لو أكو رادع وحكومة قوية وكل من يأخذ حقه، والله ما وصلت بينا هاي المرحلة. نعم. لكن إحنا من 2000 استهدف الله يخليك، من 2003 ولحد الآن شنو الحكومات اللي سوته من صالح الشعب العراقي؟ شنو هو حقوق الإنسان؟ يعني أبسط وسيلة صار لنا 22 سنة نطالب بمي وكهرباء يا أستاذ أفل. نعم. بالله عليك هاي الحكومات المتعاقبة، مي ما تقدر توصل للناس، كهرباء ما تقدر تحل المشكلة. فإحنا يا أستاذ أفل والله
املنا بالشعب العراقي مو بالحكومه. نعم. اذا باقين على الحكومه بنقسم ايدينا والله. فالشعب نعم وشعب صبور. خلي يسمعون، خلي يسمعون السياسيين والبرلمان، ترى لا عبالكم الشعب، بس الشعب صابر عليكم، لان يعني الله سبحانه عز وجل منطينا الصبر. نعم. بس عندكم نهايه يا يعني استاذ أفل، ولو اطيل عليك. لا تفضل. نهايه الظلم نعم. لان هم هسه ظالمين يا استاذ أفل. نعم. فالظلم ان شاء الله، الظلم ما يدوم، ما يدوم ان شاء الله. نعم. وان شاء الله الشعب العراقي بخير، وان شاء الله ان شاء الله املنا بالله الكبير ان ان شاء الله تتحسن الامور. نعم. هاي الناس البسطاء، هاي الناس الفقراء، هاي الناس المحتاجه. كافي عاد يا حكومه، كافي كافي. وانا اشكرك استاذ افل اخوي. حياك الله اخوي العزيز، حياك الله. ابو محمد من السماوه، حياك الله يا ابو محمد. الله يحييك استاذنا العزيز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا البطله، انا سباق دائما للقضايا الوطنيه اللي تهم المواطنين، مصلحه المواطن العراقي. حياك الله اخوي. حقيقه الله يحييك. حقيقه استاذي، المرحله اللي مر بها البلد حاليا هي مرحله حرجه. نعم. طبيعة الظروف اللي مر به العراق حاليا ظروف استثنائي. نعم. ولو احنا تعودنا على الظروف الاستثنائية، العراق وضعه اصبح استثنائي منذ 2003 وحتى هذا اليوم. نعم. الوضع السياسي المرتبك استاذي العزيز اللي حاليا يمر به العراق، نعم، هو كل سبب، هو سبب في كل القضايا اللي تحدث بالمجتمع، من ضمنها الامور اللي ذكرتوها قبل قليل قناتكم. نعم. وحلقتكم اليوم. بس ابو محمد، ابو محمد، ابو محمد. نعم. يعني بعيدا عن كل الامور، طفل صغير. نعم. طفل صغير يبوق خبزه لان يقول انا ما عندي فلوس اكل، ينسجن. نعم. شاب يبيع. نعم. مي في وقت كانت. نعم. ثوره تشرين في اوج يعني تأجيجها بالعراق، بالشارع العراقي، ينسجن. نعم. وينضرب وينهان وينغلط عليه وينقص شعره بالكترات. شاب في مكان آخر بسبب أنه واحد من أقربائه مسوي شغلة أو عنده مشكلة ويا واحد من الحشد يروح بالرجلين. نعم. شاب عراقي مثل الفيديو اللي قبل شوية طلعناه، طلع تجاوزات لأنه مدير يعني تنفيذ مشاريع يريد يفتح مول، شالوا هاي التجاوزات، والتجاوزات اللي مأذية الشارع يسجنوه، ويطلع لك واحد يقتل مواطن ويصوب ضابط. نعم. بس لأنه خالة أبو زينب اللامي ما حد يحكي وياه، لو يطلع حفيد. نعم. الفالح الفياض يرمي له 4 مشوطة ما أدري 5 مشوطة كلاشنكوف وما حد يحكي وياه، هاي بيا ميزان نوزنها. هذا ماكو ميزان بهذا الوقت يوزن هاي الأمور، لأن أساسا القانون بالعراق ماكو الميزان اللي يوضع القاضي وراء بال دار او بغرفته الخاصه، ما اللي انا جاي اشوفه ما مو عدل مثل قبل. نعم. دولة ما قارن التاريخ بصوره صحيحه، اكو ثوره صارت بفرنسا على الملكيه جزء تعرفونها استاذ. نعم. تحديدا فتره حكم لويس السادس عشر. نعم. ثوره الخبز يسمونها. بالضبط احنا العراق هسه يعيش هذه المرحله، ظلم، اضطهاد، طبقيه، الانسان يعني المجتمع تقسم الى طبقات، طبقه النبلاء والعبيد وهيك صار العراق بالضبط. نعم. لا دين حكمه وكذب، قضيه الدين، الناس خلوا شريحه كبيره من الشباب هسه الحدث بسبب كذبهم بالدين. نعم. ناس اتجهت غير اتجاه. ماكو يعني قانون، منين اكو قانون اللي الطفل يسرق له باكيت لينكس او رغيف او بطل ماي ينحكم حكم شديد، بعيدا عن 90% من الابرياء اللي قاعدين جوا السجون. بالضبط استاذ. نعم. بالضبط، السجون ترى مليانه ابرياء، والله العظيم مليانه ابرياء. نعم. والاشياء تافهه يعني، يا ريت زين هذا الطفل غير تعطونه فتره للاصلاح، ليش تحكم عليه هذا الحكم؟ غير بعد هذا قاصر، هذا يعني ما مكتمل نمو العقلي والادراك الحسي، غير اكو توجيه، ليش انتم تحكمون عليه هذا الحكم القاسي؟ نعم. نعم. شكرا 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 لك. نعم. كل السجن.
شكرا لك محمد واعتذر منك، بس عندي اتصالات اخرى. ابو احمد من بريطانيا حياك الله. حياك استاذ افل والى قناه الرافدين. تحيا ودوم يا رب. الله يطول عمرك وجمعتك مباركه. استاذ افل العزيز، الجيش شنو تعريفه؟ نعم. الجيش شنو تعريف الجيش؟ منظومه عسكريه لحمايه الوطن، الامن لحمايه البلد من الاعتداءات الداخليه، المخابرات الاعتداءات الخارجيه، الحشد الشعبي شنو تعريفه؟ عصابات تتبع الى احزاب واجبها الرئيسي حمايه فساد هذه الاحزاب. نعم. صح ولا مو صح؟ الو وياك. صح. اي فانت من تجي تقول لي اكو حشد، الحشد مثلا يؤتمر يعني اذا يعني انا عندي وزاره دفاع وعندي وزاره داخليه وعندي امن وعندي مخابرات، حشد بعد شو اسوي به؟ فانا من موجود حشد معناته اكو فساد، من ما اكو فساد يعني اكو فوضى، فعادي يطلع هذا. بالمناسبه هذا حفيد الفياض ترى يرمي بمدى مؤثر، يعني احنا قدمنا عسكريه، هذا المدى اللي يرمي به مدى مؤثر، هذا احتمال يوقع على ناس يوقع على جهه، يعني جدا واضحه العمليه، يعني ماكو فد رادع يرتاح، ماكو فد. انت تقول لي انا سمعت اول مداخله الاخ يقول روح اشتكوا بالمحكمه، يا محكمه هي ليش اكو محكمه؟ هي حتى المحكمه لا هو اول مداخله اللي ذكرها على مود اوضح لك اياها اخي ابو احمد، قال اي شخص يروح يشتكي من المحكمه يوثق انتهاك، عنده فيديو بيه توثيق الى انتهاك او بيه اوراق رسميه توثق هذا الانتهاك، خلي ينشرها اول باول حتى الناس كلها تعرف اللي دا يصير. والله يا ريت، احنا نتمنى هذا الوعي يصير عند كل الناس، لانه الوضع اصبح لا يطاق، يعني انت تدري قاعد قبل كان يقول لك ست باب بيتك انت امن، هسه حتى من ست باب بيتك انت مو امن ترى، تدري لما تدري تجيك طلقه، شلون هاي زينب الله يرحمها اللي راحت بالمغرب رمي عشوائي راحت فيه ميدان رمي بنص البيوت. نعم. أحسنت معناته محزلة هذه، فهذه يجب أن يصير يعني وعي عام أنه حشد شنو الحشد، أنه وجد قاتل داعش راح. نعم. الآن واجب الأمن، واجب الجيش، واجب الشرطة تقاتل الحشد. شنو أنا جايب لي ناس حاطهم قرار داخل قرار، ما كنت شيء بالعالم ترى. نعم. يعني هاي الفوضى ان شاء الله تنتهي، وانا اشكرك جدا. شكرا لك ابو احمد. بالنسبه الى قضيه تكميم الافواه، لما شفته هشام السومري الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على منصه فيسبوك على هذا الفيديو، وكان اول تعليق من حسنين عياد اللي اختاريناه لكم، بوركتم احرار ذي قار واصواتها الحره التي لم ولن تساوم على حساب دماء الشهداء. وباقر يقول عمي من الاخير سيد منير القائم مقام جاي يلعب بالناصريه من كل جوانبها، وامره مو بيده، اكو كتب ازاله على المواشي اللي يم سجن الصالحي ما ينف على يم السجن الاصلاحي ما ينفذ الامر. وعلي الخيام يقول قائم مقام مسير وليس مخير بيد ميليشيا معروفه. اما عدنان طالقاني يقول للاسف لا حياه لمن تنادي، لا احد يطالب بالاصلاح ومحاربه الفساد غير شباب تشرين الواعد الواعي، وهم الان مناضلين مضحين بدمائهم من اجل الحريه والسلام لبلدهم العراق. مشاهدينا الكرام، ملفنا الثالث هو واقع التعليم بالعراق. شفنا مدارس هياكل، شفنا مدارس ايجار، مدارس ما بيها شبابيج، جهال تمشي مسافات طويله، اطفال ما عندهم كتب ولا عندهم لوازم مدرسيه، اساتذه يتعدون ويتجاوزون على الطلاب، اهالي مستائين من كل هذا الحال، الى ان وصل الحال انخرج العراق من قائمه اليونيسف لجوده التعليم. يعني العراق اللي كان يضاهي التعليم به تعليم الدول الاسكندنافيه اليوم ما حد يعترف به. المهم ناشط نجفي يشكو الاهمال الحكومي للمدارس بالمحافظه، حيث انه المدارس اللي بالمحافظه تفتقر الى الرحلات وابسط الاحتياجات، ومدرسه الرحاب بمنطقه الغدير نموذج اللي بدنا نحكي عنه، هذا اللي وثق لنا اياه الناشط. مدرسه الرحاب اللي مقابل قريه الغدير بالزراعي. هاي المدرسه متكونه من 12 شعبه. 600 طالبة بها، 600 طالبة الآن، 600 طالبة ما توجد ولا رحلة ولا صبورة. زين احنا وين وصلنا؟ الفساد وين وصل؟ اليوم احنا ناشد مدير تربية النجف، يعني 10:10 راح يبدأ الدوام،
وهاي الاهالي جاي تقدم وتسجل ونقل على هاي مدرسة الرحاب. والناشد محافظ النجف ماجد الوائلي، والناشد وزارة التربية في بغداد. يعني اليوم احنا شنو ذنبنا؟ يعني اليوم مدرسة متكونة من 12 شعبة ما بيها ولا رحلة؟ حسبنا الرحلات يراد لهم بس مدرسة البنات يراد لهم 300 رحلة، 300 رحلة على 50 يصيرن ب 15 مليون. يعني المحافظة أو التربية ما عدا 15 مليون، وكذلك الولد. هذا حال المدارس بالعراق. فيديو تطلع لكم مدرسة هيكل قاعدين ببيت البيت أجار، ويجي أبو الملك يقول لكم طلعوا لي الجهال برا، ويطلعون الناس يقولون يابا إذا ماكو هاي المدرسة راح يمشون 8 كيلوات شلون يدرسون جهالنا؟ وراها يطلع اكو بناية، البناية ما كاملة تحتاج 40 مليون أو 45 مليون حتى تكمل. هسه يطلع لنا فيديو ثاني المدرسة لا البناية موجودة وبيها باب والعلم ممشكشك مثل ذيك، بس مشكلة هاي المدرسة ما بها رحلات. المشكلة أنا أريد أسأل سؤال، ميزانيات عراق الانفجارية وبيها ميزانية للتربية وين دي يصرفوها؟ رواد مواقع التواصل الاجتماعي فعلوا على هاي القضية، وأول تعليق اختارنا لكم من منصة فيسبوك أيضا من المحامي علي السلام يقول كارثة هاي مدرسة ما بها رحلات وصبورة. أما حسن يقول أغلب المدارس يتم ترميمها من قبل الكادر أو الإدارة بصورة مستمرة من صحيات وكهرباء وتصليح رحلات وصبغ جدران وغيرها كثير من الأمور الأخرى، ومشاركة قسم من أولياء الأمور جزاهم الله خيرا، لو تترك على الحكومة لأصبحت خبر كان. أما حيدر الغرابي يقول كارثة هاي إذا الطالب يجيب رحلة وين مدير التربية وين المحافظ؟ وتعليق الأخير ويانا من منتظر كريم يقول بعد وبعد سياسة القضاء على العلم والمعلم حتى ينخلق جيل جاهل يتحكمون به كيفما يشاءون. فكانت هاي التعليقات حول قضية التعليم بالعراق، واحدة من الأشياء اللي تؤلم القلب لأنه التعليم بالعراق هو اللبنة الأساس، هو ابتدى تبني جيل المستقبل، هو ابتدى تبني رجال ونساء المستقبل، هو ابتدى تعد وتجهز اللي راح يبنون البلد بالمستقبل. فإذا التعليم هيجي ويطلع من قائمة اليونيسيف فشلون راح يكون مستقبل العراق؟ هذا السؤال نوجهه للناس. الناس ما قابلة أنا أدري، وأنتم هم ينادى تشوفون الحال. إذا هذا حال التعليم بالعراق، وإذا هاي حال المدارس بالعراق، وإذا حال الطلاب ما عندهم لا لوازم مدرسية ولا عندهم رحلات ولا عندهم صبورة ولا عندهم كتب ولا عندهم إمكانية أنه يعني يدرسون بصورة صحيحة، شلون راح يحب العلم؟ شلون راح يحب التعليم؟ شلون راح يحب المدرسة؟ في كل بلدان العالم هواية من العراقيين دا يسافرون برا، في كل بلدان العالم روحوا شوفوا المدارس خصوصا المدارس الابتدائية راح تلقوها من أجمل ما يكون، وبها كافة وسائل الإيضاح وبها كافة وسائل التعليم الحديث وبها طرق تدريسية احنا ما كنا نعرفها. هسه بدأوا يطورون طرق التدريس حتى الطالب يتقبل العلم ويتشربه من هو صغير حتى ما يمل من المدرسة. إذا الطالب العراقي يمشي له 8 كيلوات ويعبر طين ويعبر مي آسن ويعبر مجاري ويعبر شارع واقع وأكو تيغة صغيرة فوق نهر وخايفين الأهل لا تيغة توقع بيه ويغرق، زي هذا شلون راح يقبل التعليم؟ إذا الطالب يروح المدرسة وما بها رحلة، 600 بنية يطبون المدرسة بها 12 شعبة وكلها واقفة أو كلها قاعدة بالقاع، هذا شلون راح يحب التعليم؟ إذا الطالب يجي الكتاب هو ماكو كتاب، شلون راح يحب التعليم؟ وأتذكر أكو اتصال جل برنامج صوتكم من شخص قال أني أشتغل سايق على باب الله بسيارة، اشتريت الابني أو البنتي ما أذكر بالتحديد كتاب، يقول ما عندي إمكان أشتري كتاب جديد، اشتريت كتاب قديم كان الغلاف مشقوق. قال الأستاذ طردها أو طرد الابني لأنه الكتاب مشقوق، قال ليش ما جايب كتاب جديد؟ زين هذا شلون راح يتقبل هذا الأمر كله؟ هو يشوف أبوه ديعاني وهو ديعاني. أبو حسين ويانا حياك الله. السلام عليكم، شلون الأستاذ؟ شلون صحتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
اقول لك خويا تتقع تحكي عن المدارس، تدري اول ما صار السقوط، نعم اول ما صار 650 بس لحظة عيد لأن الصوت راح. أول ما صار أول ما صار الاحتلال قلت لي 600 وشنو؟ أبو حسين؟ نعم أول ما صار الاحتلال قلت لي 600 وراح صوتك بعد السقوط. بعد السقوط إيه بعد السقوط ايه في مدرسة خليجين بالعراق. نعم من زمن هنا من زمن هنا حصة كربلاء 32. نعم قاعد تسمعني؟ اي اسمعك. فلشون انفرد نوب خطر احنا بالولاية الكربلاء سووهن بالآليات ما العتبة. منو فلشن؟ هذا من هم الحكومة فلشتن. طيب العتبة فلشوهن وبنوا مدارس افتهمت الوارث وجامعات الوارث افتهمت يمكن كل مدرسة بنوا بس بكربلاء أكثر. نعم أكثر كنا فلوس افتهمت أنا بدي وديتها للجامعة طلبوا عليها 13 مليون جامعة الوارث طريق بغداد. طيب أنا السؤال أكو هواية من الجامعات العراقية وزارة التربية بالعراق ما تعترف بها، هاي الجامعة اللي طلبت 13 مليون عاد معترف بها لو لا؟ لا ما معترف، رأساً إجى قرار، رأساً إجى بيان من الدول قالوا أي طالب عراقي إيه شهادة من مد ما نستقبل له ما معترفه. طيب وانا قرات البيان وطلعوا شوفه وطلبوا يشوفه. نعم كل دول العالم. نعم بس احنا جهامنا قاعدين بالكرفونات كثيرة كلا كربلة بين البيوت مدارس بين الكرفون هذين اجوا هذين اجوا منهم التعليم منهم الزراعة منهم الصناعة يعني كل واحد ما يعرف. نعم يعني بس هاي مالت الوارث بيها حوالي 1500 طالب احسب مرة نقول على 13 مليون كلهم ال 97 وال 95 ولا جايب المعدلات كفيله تطلع نقول على حد. نعم احسب هاي كم مليار هاي وراها هاي وراها يا اخوي العزيز. شكرا لك ابو حسين من كربلاء. محمد من امريكا حياك الله. السلام عليكم وحي قناه الرافدين البطله. حياك الله اخوي. 2003 لحد الان هو هذا الحشد الايراني التبعي هم تدمير العراق. نعم دراسه العلم كفيلك الله والصحه كلها كل تدميره والزراعه كل الحشد الايراني كفيلك الله هو من نظر المناطق السنيه هم الحشد الايراني امام الهادي عليه السلام من بلده رحمه الوالدين هم الحشد وخوارهم انعدم الفرس المجوس كفيلك الله وايران ان شاء الله معانا راح تسقط طالعين مظاهرات اين المفر ايها الديون اين المفر وين تروحون والقران حتى يا ما تستقبلكم والله العظيم شعب العراقي راح يطحنكم طعن انتوا عوائلكم والله العظيم هذا حشد حشاك القذر دمع صالح الفيض وربعه عندنا كلهم عصابات كفيلك الله استاذ اسد هم جبناء يجوا غدر هم شغلتهم كلها غدر جو غدر هنا وجو غدر كفيلك الله والله العظيم هم دمروا البلد شكوا والله عني يروحون فدوى القندره حشاك حزب البعث شكرا كله. شكرا جوله. شكرا لك اخ محمد. ام نور من النجف حياك الله. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. احنا عندنا قضيه وبدكم يعني تواصل من خلال قناتكم. شنو هي القضيه ام نور؟ القضيه عندي بنتي عمرها سبع ايام صارت عندها انسداد بلمعه دفعتها للمستشفى أثناء العملية اللي سوالي إياه الدكتور. نعم صوتي واضح؟ واضح جدا. أثناء العملية سوالي الدكتور في مسترجة يعني حرس بشع يعني بشع كلش بشع بس نصيلي صوت نعم. التليفون عفوا نصيلي صوت التلفزيون واسمعيني من التليفون قلتي لي أثناء ما سوى العملية شنو صار؟ أوكي.
اخوي. طيب ايه قال لي زين هو بساعة اللي استلمت طفلة محترقة كتب لي خروج رأسة عطل عين المستشفى تبرى من عندها. يعني الدكتور اللي سوى العملية خطأ بقيامه بالعملية وأدى إلى 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 حصول تشوه مثل ما دافتهم. فيديو وعندي صور وعندي كل شيء يعني إذا أدز لك إياه يعني جريمة بشعة كلش بشعة. أم نور دشوفين الشريط نعم. الأبيض جوا الشاش اللي جوا الأرقام مال التليفونات؟ نعم دتشوفين الشريط الأبيض هذا اللي يمشي جوا الأرقام مال التليفونات؟ خارج المهم هذا الشريط تابعي للأخير اكو نافذة اسمها نافذة أنت ترى بها رقم تليفون هذا الرقم نعم. تليفون بواتساب دزي لنا كل الوثائق والصور نعم. اللي انت موجوده عندك على هذا الرقم وان شاء نعم. الله كتبي لنا الحاله كتبي لنا الحاله نعم. شنو صار وبيا مستشفى وشنو العمليه سواها شنو نعم. الخطا الطبي وان شاء الله احنا نشرك اياها نعم والله انا ممنون حياك الله حياك الله شكرا يوصل. ان شاء نعم. الله يوصل شكرا لك شكرا لك ابو سميه من الانبار السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي الكريم نعم. الذي يعجبني في وزارة التربية الآن نعم. لا زالت بنفسها وزارة التربية في العراق نعم. هذا العنوان وقع غلط. أنتم لا تعرفون شيئا عن التربية ولا عن التعليم. أما على مستوى التعليم الذي كثر الكلام فيه نقول التعليم في العراق قد توفي رحمه الله وصلينا عليه صلاة برنا أربعة تكبيرات وانتهى الأمر. أما تستحي هذه الكفاءات وهذه الرؤوس التي تتسيد وتترأس التعليم في العراق توفير المناهج الدراسية تتكرر كل عام وهي نعم. ليست مش تقنية مسألة تتطلب مالا يعني يعرفون ومتى يعرفون أن الطالب بحاجة إلى كتب وإلى مستلزمات لكي يكمل عام دراسي. إذا كان رأس الهرم لا يتابع وزارة التربية فلا خير في وزارة التربية. وأخي الكريم هذه المشاكل ستتكرر العام والتعليم لن يقف عند حد معين ما طيب. دامت هذه الرؤوس طيب. في وزارة التربية وشكرا لك شكرا شكرا لك أبو سمية. ملفنا الرابع نحكي به عن المساحات الخضراء. تعرفون كل دول العالم لما تخطط بناء مدينة أو توسع المدينة لازم تفكر بالمساحات الخضراء لأسباب عدة ما راح نذكرها ولأنه العراق من الدول الحديثة همينا عندهم اهتمام بهالأشياء. ناشط يرصد حال حدائق تحت مجسر ساحة سعد بالمحافظة. هذا حال حدائق تحت ساحة أو تحت مجسر ساحة سعد من المسؤول عن هذا الإهمال. ما هو دور اللجنة الزراعية ببلدية البصرة؟ هاي التساؤلات كلها وجهها المواطن اللي ديوثق هاي الأمور. أهم منجزات بلدية محافظة البصرة أنا بس أرد أسأل سؤال بلدية البصرة أنتم مو عندكم شعبة اسمها شعبة الزراعة والتجير هاي الشعبة شنو شغلتها؟ زين الأخوة الموجودين بهاي الشعبة يعني معقول اختصاص؟ زين ما عندهم متابعة؟ هاك تفضل كله ميت يا شعبة الزراعة والتجير النوب هسه استحدثوا لي شعبة جديدة ببلدية البصرة اسمها شعبة الحزام الأخضر لا عم سموها شعبة الحزام الأصفر ليش هذا ليش بلدية البصرة ليش هذا الإهمال هذا مجسر ساحة سعد هاي بساحة سعد هاك تفضل هاي المنجزات هاي منجزات بلدية البصرة ليش هذا الإهمال ليش هذا التقصير ماكو متابعة ماكو إنسان عنده ضمير ماكو إنسان عنده حس وطني هاك تفضل وين السيد محافظ البصرة وين نواب محافظ البصرة وين المستشارين
ماكو واحد يتابع، ماكو واحد عنده ضمير حي. الناس لما شافت حال الحدائق بالبصرة أيضا تفاعلت على هذا الموضوع وعلقت على منصة فيسبوك، واختارينا لكم بعض التعليقات. أول تعليق حسين العيداني يقول شعبة الزراعة مع البلدية شغلتها بس لغف وعقود. أما أحمد العيداني يقول البلدية فاشلة بالبصرة والمحافظ مغلس عليهم ليش ما أدري، ومديرها فاسد وفاشل. أما أبو أمير يقول فقط الحدائق تالفة من قرب حديقة الساعة على طول امتدادها والأرصفة تالفة والنفايات متواجدة بصورة عامة، هناك إهمال واضح على طول الطريق تقريبا من مستشفى الطفل إلى مجسر ساحة سعد، علما أنه مدخل لمركز مدينة وواجهة إلى محافظة. علاوي يقول حرامات متابعة على المشاريع ماكو، هو هذا سبب الهدر بالمال العام؟ مثلا شارع الوفود بنافورات اشتغلا يوم واحد بس وعطلا كلهن، إيش قد فلوس راحت بهن؟ كان هاي تعليقات الناس حول هاي المواضيع. وردنا عبر خدمة أنت ترى اللي توفرها قناة الرافدين الرسالة أو الفيديو التالي، هي مناشدة لأهالي منطقة الجفجافة والورجية في ناحية الإسكندرية أمام دائرة البلدية للعدول عن قرار إخلاء منازلهم وأراضيهم بحجة أنها أراضي بيضاء على الرغم من امتلاكهم أوراق رسمية تثبت ملكيتهم لهاي المنازل وهاي الأراضي. خلونا نشوف. أهالي الإسكندرية منطقة الجفجافة اليوم 22/9/2022 بمظاهرة حاشدة للمطالبة بحقوقها برفع يد الدولة عن أراضيها اللي ممتلكة بسندات أصولية كلها طاب وصرف، جو يردون يشيلونهم بحجة أن أراضي بيضاء وهي كلها بساتين ومأهولة بالناس كلها مشيدة وكلها بساتين، وهم حتى ما يماعدهم، هم وفروا مي لأنفسهم وزرعوا وحصدوا ودعموا الخطة الزراعية، هذول يشيلون ويساهمون في زيادة الثروة الحيوانية، يشيلونهم بينما أهل التجاوزات اللي تجاوزوا على المقتربات مال أراضي الدولة وبنوا بها منشآت غير حيوية بالإسكندرية، إسكندرية بها 14 بنزينخانة يجون يبنون بنزينخانات بأراضي الدولة ما حد يشيلهم، ولكن الأراضي الزراعية والمأهولة بالناس واللي بها بناء مشيد من 1950 ولحد الآن هذول يشيلوهم، وهاي سندات وهم هسه جايين يطالبون بحقوقهم، وكل الشعب العراقي مساند وياهم ويريد تطبيق العدالة والقانون بالعراق وإلا ثورة. ما يجيهم ولا واحد لا دور تعيين من عندهم ولا يريد كشف من عندهم، الله وكيلك نريد بس قيعاننا نظل قاعدين بيها وقيعان طابو. عندكم مسند؟ عندكم هاي سندات يا خال، هاي سندات، شوف هاي كل هاي سندات، ها ها شوف، الله وكيلك ما يصير هذا الحكي، ما يصير. احنا هالي ناس يعني من مئات السنين هاي المنطقه موجوده وهال اهلها قديمين. اللي عنده طاب ومسالم بلد ديمقراطية كل شيء غلط جاي ينتشر بكثرة، وكثير من القضايا دخيلة على الشعب العراقي وأخلاق هذا الشعب ما تتقبلها. واحدة من هاي القضايا اللي أهالي اليوم يخافون على بناتهم من وراها هي قضية التحرش. بسبب هذا الشيء انتشر هاشتاغ بالعراق اليوم، وكان ترند اللي هو هاشتاغ أوقفوا متحرش الكرادة. راح نقرأ لكم بعض التغريدات من أدها. مثلا سامي يقول نظفوها، أصبحت مؤسسة متهالكة رثة لملوم لشريحة واسعة من القتلة المجرمين المتحرشين المكبسلشية بقيادة ضباط دمج مبتزين فاسدين. المتحرش رعد قاسم محمد حسام منتسب بالشرطة الاتحادية الفرقة الثانية اللواء السابع الفوج الثالث السرية الرابعة. أما دينا رعد، متحرش الكرادة رعد قاسم محمد حسان مواليد 81 منتسب بالشرطة الاتحادية الفرقة الثانية اللواء السابع فوج الثالث السرية الرابعة، منتسبين الدولة من الشرطة متحرشين، ولذلك نحن لا نشعر بالأمان في بلدنا، الكل متواطئ مع المتحرشين من منتسبين الدولة حاميها حراميها. أما حسين العراقي يقول المتحرش هو أحد منتسبين وزارة الداخلية التي تدار من قبل منظمة بدر ويتناقلها من صولاغ دريل إلى الأعرج والغبان وغيرهم، مؤسسة ينخر جسدها الكريستال والفساد والرشوة والتبرع الشهري، أفسد وزارة هي يعني هاي الوزارة. أما عبد الرزاق يقول هاشتاغ أوقف متحرش كرادة، أين الضبط العسكري للمنتسبين؟ أين التوجيه والتفتيش يا وزير الداخلية؟ هذا منتسب يحمي الشعب يتصرف بهذا الشكل ويتحرش بالبنات، وأنا متأكد هذا من أرباب السوابق والسجون. إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي أغلب القضايا أو كل القضايا اللي تناولتها حلقتنا لهذا اليوم. فإذا منتسب هيك طبعا نطوك العنوان الكامل بيا سري وبيا فرقة وبيا فصيل، ما بقى غير بس تروح تقول له تعال، فبقى الجواب يم الوزير ويم المسؤولين. أما الشعب العراقي مشاكل العراق بيده هو
مو بيد المسؤولين، لان ذول المسؤولين مثل ما قالوا المتصلين همهم مع البلد، بس انتم همكم على هذا البلد. نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقه جديده من برنامج صوتكم باذن الله باكر. في امان الله.